اللي تطلب منه انت اليوم ينقدك، كي غيدير ينقدك وانت انت هو شاري كيف بغيتي انت تكون؟ راه انت وانا باش نحيدوه. الهدف ديالي هو نغيروا هاد الفكره، نغيروا هاد صحاب المال، نغيروا هاد الناس اللي كيجيو يلعبوا اللعبه السياسيه علينا. كتجي الحمله الانتخابيه كنقبطوا، كتجي الانسان كيقول انا غنمشي نضرب نخدم 100 درهم، انا غنخدم 200 درهم، وكيسوق عائلته وكيسوق واحد المجتمع معاه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، كنقدم لكم نفسي منعم منير عضو في شبيبه الاتحاد الدستوري اللي حزب عتيد، وكنقدم الشكر للرئيس اللي كيقدم لنا كامل الدعم لا مشروط وكيغرع المنطقه ديال بن سودا. وهذا اللقاء هذا شرفنا عليه حنا والاخوان، وكنقدم الشكر كاع اللي شارك في هذا اللقاء ونجح هذا النشاط. واولا هذا النشاط هذا مختص بشباب بن سودا، لان بشباب بن سودا المغمور اللي مع لا فرص عمل لا فرص شغل لا مسابح لا منتزهات لا حتى شي حاجه، وحنا اليوم كنطالبوا ودخلنا انخرطنا في هذا الحزب العتيد. حنا الشباب هضرنا معهم واقتنعوا بالفكره ديال الرئيس اللي جاب لنا هذا اللون الفاس اللي هو اللون معروف وعنده مقاعد الحمد لله صعيد الوطن برلمانيه، والحمد لله الرئيس جاب لنا هذا اللون هذا لحزب الاتحاد السوري، وشاركنا في الفكره وطرحنا الاستراتيجيه بعد في الارضيه. عرفنا الرئيس شنو باغي ولقيناه باغي يخدم، وجينا حنا كشباب باش ندعموا الرئيس ويدعمنا، لحقاش عنده غيره على المنطقه وعلى فاس وعلى سكينه فاس. بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح قولي بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كمواطن في هذه السكنه ديال مدينه فاس، كانت عندي واحد الاطلال على الاحزاب الفائته، ان عمر كان عندي شي انخراط في هاد الاحزاب هادي المقبله اللي كانت فائته. من بعد كانت عندي واحد النظره شامله في هاد المدينه، وكاين شي اعضاء وكاين شي اناس اللي رشدوني لهذا الحزب، وقمت بواحد الدرايه عبر مسائل التواصل الاجتماعي. فكانت عندي واحد الرؤيه اللي هو اعترف بهذا الاسم للسيد انور بوبكر. كانت عندي واحد الدوره شامله في هاد الصفحه ديالو، ولقيت بعد المواضيع وبعض النقاط التي تطرقها حول هذه مدينه فاس، وانتبهت بعض النقاط اللي كانت عنده واحد الغيره، واحد كان هذا السيد هذا صراحه كان باغي يخدم هذه السكينه ديال هذه فاس هذا، وكانت عنده واحد الحرقه واحد الغيره للاحزاب الفائته، ما كانش عندهم كاع درايه، كانوا تهميش ديال خصوصا لسيدنا الله ينصره جلاله الملك دائما فيما يفتتح جميع الخطابات، شتى الخطابات ديالو دائما ينص بدعم الشباب، لانهم الشباب الغد هم الذين يجب ان تكون لديهم منظوريه حول هذا الوطن، الاكتفاء بهذا المواطن بهذه الدوله. والسيد انور بوبكر صراحه قمت بعد جلسات معاه وبقيت تيهضر بواحد الحرقه لهذه المدينه فاس، وتطرق حول واحد الموضوع ديال الازبال وديال النظافه في الوقت اللي كانت الاحزاب باللغه الدارجه ديالنا نائمه في سبات، كانت الاحزاب ناعسه، وهذا السيد صراحه كان تيشتغل. وتنطلبوا من جميع المواطنين خاصه مدينه فاس ان تضموا هذا الحزب اللي هو الحزب الدستوري، وان تضم السيد انور بوبكر اللي القائد هذا الحزب الدستوري، واتمنى له جميع التوفيق في حياه مسيرته الحزبيه والسياسيه وجميع المجالات.